هو في أكتر من تأثير ضار للغاية اللي بيفعله الحوثيون في قناة السويس ومع بحر اتجاه الأحمر. مصر. يعني أنت تعلم أن صواريخك ومسيراتك تأثيرها لا يساوي كثيرا، فتصمم على الصدام ده وتخرب الملاحة في بحر الأحمر. البحر الأحمر أو في باب المندب، وتكون العواقب على مصر مثلما يتحدث رئيس الوزراء المصري والرئيس المصري عن خسائر فادحة لقناة السويس، $6 مليارات. وتقول لي إنه نسعى لحماية المصالح العربية، وهي مصر دي مش دولة عربية، والشعب المصري ده مش شعب عربي له مصالح في موارد هذه القناة، وبعدين ده فعل يعني فعل أخرق إنك تؤثر على مصر هكذا، فعل أخرق أقل ما يوصف. يعني إسرائيل لم تتأثر؟ اللي تأثرت مصر، آه. ويقوم بعض العرب وبعض أطراف. المصريين نعم. بتأييد هذا الفعل آه. و التسقيف له، وهم لا يدرون أنها بيأس تؤثر على بلدنا. بلدنا نعم. مصر نعم. وعلى المملكة السعودية نعم وعلى السودان. نعم ازاي يعني هذا الكلام؟